بين نصر الله والحريري، هل طارت الحكومة؟ لماذا يقاتل حزب وئام وهاب في سوريا؟ وما هو مصير دروز سوريا؟ انتخابات رئاسية أم لا؟ ومن يحكم البلاد؟ يمكنكم التواصل مع كلام الناس عبر هذا الموقع للإجابة على السؤال التالي. رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب ضيف مارسيل غانم، الثلاثاء 9:30 مباشرة على الـ NBCI والـ LDC.